سناء، أصل ديالي طنجاوي، أنا بقالية شريفة، خلقت طنجة في السواني بالضبط، وتربيت شوية في المغرب الحمد لله. وملي كان عمري 10 سنين طلعت من بريطانيا وبالتحديد مانشستر، وتم كملت قراية ديالي والحمد لله، يعني تعلمت اللغة الإنجليزية بسرعة الحمد لله، ودخلت المدرسة من بعد ذلك الكلية والجامعة الحمد لله. أنا تخرجت كمترجمة محلفة الحمد لله، وأستاذة في الجامعة كذلك. الله عز وجل كتب لي أنه نمشي نقرأ في قطر مدة 10 سنوات. الحمد لله عندي إجازة في قراءة حفص وشعبة، إجازتين الحمد لله، وفي القرآن الكريم، ودرست تحت علماء كثيرين ما شاء الله في قطر، الفقه والعقيدة والأشياء الأخرى الحمد لله. استفدت كثير أنا ووليداتي، توليداتي مشاو وديتهم تما تعلموا العربية وتعلموا قراءة القرآن الحمد لله، وعاود رجعت من بريطانيا مرة أخرى. ولكن أنا في بريطانيا ما كنتش فرحانة، دايما كنحس هذاك ماشي موطعي، دايما كنحس خصني نرجع لبلادي، هذا هو المكان اللي كنحس به بالراحة التامة، وكنحس بنفسي كسناء، وكنجبر راسي هنايا، ويعني سبحان الله. بالنسبة للرجوع ديالي للمغرب هو كان حلم، وكنت كنشوفه ديك الساعة مستحيل، ماشي غير حلم ومستحيل، لأنه أنا كل ما كان نهبط للمغرب الوالدة ديالي ما شاء الله تبارك الله علمتنا الحمد لله نقرأ القرآن وحبتنا في الدين، وكانت ممنوع في الدار نهضروا باللغة الإنجليزية، والحمد لله يعني عملت واحد المجهود كبير. كنت كنقول لها ما خصنا نهبطوا، كتقول لي ياها بنتي العيشة ما كاينش هنا العيشة نهبطوا المغرب. وكانت حنا صغار دائما خلتنا دائما متعلقين بالمغرب، كنا جوج حتى 3 مرات كنهبطوا في العام سبحان الله المغرب، وصافي بقى التعلق ديالنا ديما في المغرب وصافي. المهم انا ديك الاحساس اللي كنحس به ملي كنكون في المغرب هو اللي خلاني يعني كنقول هذا الاحساس هذا انا ما كنحسوش تما، خصني نرجع لهنايا فهمتي، للمغرب. وكان حلم وطلع معايا حلم، وقلت يا ربي يسر لي، وسبحان الله العظيم ربي يسر بعد مدة طويلة، ولكن الحمد لله. وبدأت بالجدة ديالي الله يرحمها ويسع عليها في هذا النهار، يا ربي تمنيت تكون كانت معنا هنايا وتشوف هذا الشيء كامل. هي كانت جات تخيم في قصر الصغير، لأنه أصلا الجدات والجدود ديالي من طنجة، ماشي جاو غير خيموا في قصر الصغير. ايوا جا واحد السيد قال لهم نتوما من طنجة تعرف عليهم هيدا، قال لهم شو انا عندي بنتي عندها العرس، واش تشريو مني واحد الارض؟ سبحان الله. ايوا قالت له واخا، طلعت وشرت الارض هذه واللي فوق منها حتى هي، يعني هي كانت ارض كبيره وقسمتها يعني بيني وبين خالتي. أيوة هادشي اللي كاين سبحان الله العظيم، يعني صافي. وخليت هاد الأرض مدة طويلة، يعني مدة دازت عليها سنين وسنين، حفظتها وخليتها، وكان ما كانش لا طريق، ما كانت كانوا الناس هنا كيطلعوا غير بالأحصنة وبكابيوس، ويعني كانت الحياة يعني صعيبة عليهم حتى الناس ديال الشار. والحمد لله يعني ملي شفتها بدات كتحسن، و ورجع ما شاء الله كاين الطريق، وكاين يعني الطريقة أن الواحد يوصل لنا الحمد لله. ربي يسر لي، وفكرت في المشروع، نعمل مشروع بسيط في بلادي ونعرف الناس على عين شوكة وعين القصر الصغير وفي المغرب ككل، يعني لأنه كاين بزاف الناس ما كيعرفوش المغرب. المغرب ما شاء الله يعني دابا بعد الكرة عطى الناس عرفوه بزاف اللهم بارك، ولكن ما شاء الله يعني دابا حتى بعض المغاربة ما كيعرفوش حتى الموطع ديالنا حنا في عين شوكة، أول مرة يعني عرفوه. حنا أول شيء حنا جالسين في غابة، وسط غابة، هي صيدلية ربانية، يعني هنا كتشم غير الأعشاب ولائحة فنية إلهية، يعني ملي كتشوف هذا المنظر هذا كتبقى غير تسبح، ما كتعرفش كيف تعبر،
عينك وقلبك وروحك كيمشيو بزاف الاماكن، وكتبقى غير تتامل وكتقول سبحان الله هذه غير الدنيا، كيفاش عامله الجنه وكيفاش، شيء عجيب عجيب سبحان الله. يعني فعلا يعني جمال جمال فائق، جمال رباني سبحان الله، ما شاء الله تبارك الله. هو يعني سبحان الله كان واحد السيد كان عرفه ما شاء الله، السي يوسف، هو كان تعرف عليه لقاه في الشارع في طنجة، وتعرفوا على بعضياتهم وداك الشيء، وقال لي زعما هو في طنجة إذا بغيتي يعني يجي لعندك وداك الشيء. قلت له مرحبا، وسبحان الله يعني عيط له قال له صافي غدا طالع، وطلع من نفس المدينة اللي أنا فيها مانشستر يعني، وكانت معرفة خير. أول شيء عيشوك هي قبيلة واحدة، هما تقريبا عائلة واحدة سبحان الله، جاءوا من الأندلس ملي طاحت طليطلة آخر شيء، جاءوا من الأندلس خلوا عليهم تما وعلى الناس اللي هما يعني المغاربة اللي في طليطلة الكريسيدرز، ما عرفش صراحة اللي هما شنو كيقولون بالعربية، مهم كانوا ديك المسيحيين كانوا متشددين كانوا كيقتلوا المسلمين وداك شيء، هما سبحان الله هربوا وجاءوا استقروا هنايا، استقروا في عين شوكة، وما شاء الله بنوا الجامع اللي هو إذا تخرج هو على اليمين ديالك مع الخضرة تما، تجمع تبنى بشيء بسيط يعني بمواد بدائية جدا، هما الناس ديال الشر اللي بنوه بيدهم سبحان الله. وهنايا ما شاء الله عن الشيخ الغزال اللي ما شاء الله تخرجوا من يده ما شاء الله علماء كتير اللهم بارك، الشيخ غني عن التعريف، وكذلك ما شاء الله لحد الآن احنا عندنا طلاب العلم يعني ما شاء الله والفقهاء عندنا وكيقراوا القرآن ويحفظ القرآن هنا يا اللهم بارك، وعنده علم يعني علم ما شاء الله، وتخرجوا من يد علماء كثيرون وعنده علم في الدين. نعم نعم هم أهل الأندلس كلهم أهل الأندلس. الباكستاني مسكين يعني أول مرة سبحان الله جال عندي كان لقى صعوبة، مسكين عنده واحد رجل كانت كتحرقه، لقى صعوبة أنه يتمشى ويدور، وسبحان الله العظيم يعني جلس معايا أسبوعين رجع واحد آخر بدا كيمشي مزيان، قال لي أنا يعني بزاف فرحان ولقيت الصحة ديالي هنايا، وكيحمق على هذا الموضوع سبحان الله، ربي شافاه وعافاه غير بالطبيعة، وكيخرج ما شاء الله عنده واحد التسبيح كبير في وقيلة ألف، كيجلس مع سبحان الله كياخذ كرسي ويبدا يسبح استغفار وتسبيح مدة طويلة، هذاك هو العلاج ديالو كان سبحان الله غير التأمل والتسبيح. أكيد أكيد لأنه كتحس راسك قريب من الله عز وجل، قريب جدا، كتحس سبحان الله بالحبل ديال الله يعني سبحان الله قريب. هي هنايا اصلا صيدليه ربانيه هنايا يعني ما شاء الله، حنايا كنزرعوا الاشياء اللي هي بيو ما فيهاش كيماويات، يعني مثلا هذا العام الحمد لله بتوفيق الله عز وجل زرعنا البصل الخزو، عملنا جلبانه الفول، عندنا كل انواع ديال النعناع، انواع كثيره ديال النعناع، عندنا ازير ميراميه اللويزه ما شاء الله، يعني كل الاشياء اللي كنقدروا حنايا نزرعوها وانه ناكلوها يعني كيكون مزيان، كنحاول انه يعني نجتنب الاشياء اللي هما فيهم الكيماويات، وكذلك كل الاشياء اللي هي موجوده في الشار، الناس اللي هما عندهم الزراعه ديالهم قصبور المعدنوس، عندهم الخضار الثانيه الفواكه يعني انا كناخذها من عندهم، وكذلك الناس اللي عندهم البقار كيعملوا الجبن كيعملوا اللبن كيعملوا تبارك الله الزبده السمن، كل شيء كناخذ من عندهم باش ان شاء الله يعني يكون تشجيع للقريه، لانه الناس هنايا يعني ما عندهمش فرص للعمل، وكنحاول انه يعني الاكتفاء الذاتي ديال الطبخ ديالنا ان شاء الله يكون من القريه. انا دائما الحمد لله عندي صله قويه مع الله عز وجل، وسبحان الله يعني كنحس بانه الله عز وجل يعني هو بغاني يكون هنايا، فهمتي؟ بغاني يكون هنايا وهذا المطاع اللي بغاني فيه،
وانا قابله بالقدر ديالي يعجبني. انا اصلا يعني كنرتاح نفسيا وعقليا وروحيا. هذا هو المكان ملي كنوض الصباح كانه كنشوفه كل صباح كنشوفه اول مره. كنقول الله ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحانك يا رب على هذا الجمال. كانه كل صباح كنشوفه اول مره. نعم انا كنتمنى المغاربة ديالنا اللي هما في الخارج وبزاف منهم اتصلوا بيا ما شاء الله من بعد المقابلة. يعني ما نقولكش الكم ديال المكالمات والرسائل من داخل وخارج المغرب. وأنا فخورة جدا وهما فخورين بيا ما شاء الله وحسوني بواحد الحب وواحد شيء اللي ما تصورش. يعني فرحت دخلوا علي واحد الفرحة اللي ما تصورش. اللهم بارك. كنقول لهم ما يخافوشي لانه معظمهم هم كيخافوا يجيوا المغرب. نقول لهم ما يخافوش يتوكلوا على الله ويجيوا المغرب ديالنا غزال ما شاء الله. بالعكس كاين فرص وراحه نفسيه لانه سبحان الله في اوروبا في حالك تخسر نفسك كانسان. يعني الضغط قوي جدا يعني تما. وكما غاربة ما يصلحنا نكونوا غير في المغرب كنظن والله أعلم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.